74 شركة للصيرفة توقفت بشكل كلي عن العمل صيف حزيران عام 2014 بمدينة الموصل، فكان تأثيرها بحجم الغصة التي اجتاحت نفوس المواطنين آنذاك، واستمر تجميدها 6 سنوات متتالية حتى فتح باب الفرج عن 17 شركة منها، وتسعا قيد التحقيق ستلتحق للعمل أيضا بعد إكمال الإجراءات القانونية، لتصبح 26 شركة تعود بشكل رسمي لمزاولة أعمالها من جديد. احنا مجموع شركات محافظة نينوى، مجموعهم 74 شركة توقفت عن العمل بال 2014 وإلى حد اليوم يعني ما كان أكو نتيجة إلا قبل أيام الحمد لله والشكر. رجع إلى حد الآن 17 شركة، أكو 9 من مجموع 74، أكو 9 شركات بعد بالتدقيق، يصير مجموعهم 26 شركة. الأسبوع الجاي إن شاء الله راح ترجع شركات الصرافة على العمل في هذه المحافظة. معاناة المواطنين التي استمرت على مدى 6 أعوام متتالية سيفرج عنها في غضون أيام قليلة فقط، الأمر الذي سينعش اقتصاد المدينة أيضا، والتي دفعت ضريبة حرب لم تكن في الحسبان أبدا. أنا من بعد 2014 لحد هالساعة ما أكو لا شركات ولا شيء، واحد يريد يحول يعني من خارج المحافظة ويريد يرجع ما أكو، كل الحوالة يعني عاد تصير عمانات يعني بسيارة عن نبعثة أو مثلا يجون يبعثون هي بالعكس، فقالوا على أساس راح تنفتح الشركات مع الصرافة وراح تصير الحوالة يعني متوفرة، وهذا فهذا خطوة إيجابية يعني للبلد وللمحافظة. الحوالات مكان ما تروح بالسيارة، عن طريق السيارة تتأخر، أما عن طريق المكاتب هم يعني اختصاص هذا الشيء، فهذا أسهل للمواطن. عودة الشركات للعمل من جديد ستدفع بعجلة الأعمار نحو الأفضل، وتشجع المستثمرين على الاستثمار داخل المدينة بحسب مراقبين. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.